تاني ماست 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 هي امك ايه؟ يجب ان ماست هي امك. دول في البريزنت. يعني ايه بريزنت؟ مضارع. امال في الماضي؟ في الماضي هاد تو. في الماضي في الماضي اسمع في الماضي تاني مش مضطر. دونت هاف تو او دازنت هاف. يا ابن الدنيا عماله تمطر مش مضطر تروي الزرع. اقول له ايه؟ يو دونت هاف تو. طب لو قلت هي هو يبقى دازنت هاف تو. يبقى يعني انا لما الاقي جمله تدي مضارع حاجه مضارع بركز في ثلاث حاجات ونفيهم. مين شاطر يقول لي تو هاز تو نيد تو؟ تاني ماست تو هاز تو نيد تو. طب نفيهم ايه؟ دونت ودازنت هاف تو او دونت ودازنت نيد تو او نيدنت. شاطر يقول لي اما الاقي جمله بتتكلم وانا يوز وانج لما كنت صغير وماضي والكلام ده هاد تو ونيد تو ونفيهم ايه؟ didn't have to او didn't need to او needn't have. والتصريف انت برنس. طب لما الاقي جمله فيوتشر مستقبل will have to او will need to ونفيها او won't need to مش محتاج. استخدامات ماست سبع استخدامات قلناهم النهارده. واحد نصيحه قويه. اثنين دعوه حاره. ثلاثه امر ان المتحدث للمقال. اربعه قوانين عامه مكتوبه. شاطر. خمسه بتعمل ايه؟ انتقاد سلوك معين. must you speak while you are eating؟ لازم تكلمني وانت بتاكل. بعد كده must يعني ضروره. must بنستخدمها الزام داخلي. الله ينور عليكم. 10 10 الجد. ناس بقى اللي بتتفرج معايا على اليوتيوب ان عجبك الفيديو انزل اعمل لايك وما تبخلش اشترك وفعل الجرس. ان شاء الله كل اسبوع هننزل فيديو ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلابي الصف الثاني الثانوي في درس جديد في يونت 1 سنه 2022 المنهج الجديد. ركز معايا. المره اللي فاتت شرحنا ازاي نعمل سي بي ار. تعال نعيد عليه بسرعه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الجرامر. هنتكلم عن ايه؟ الجرامر. قبل ما اخش على الجرامر كده فكروني كده انا عملت فيديو المره اللي فاتت ازاي نعمل سي بي ار. السؤال اصلا هي اليونت بتاعنا اسمه ستينج هيلثي. شباب اسمه ايه؟ اسمع بقى كلمه هيلث قلناها يعني ايه؟ صحه. امال هيلثي؟ صحي. قلنا ازاي تبقى هيلثي؟ ان انت بتعمل حاجات كتير وليكن مثلا دو اكسرسايز تتمرن. ها ايت هيلثي فود تاكل طعام صحي. ها ايه تاني؟ اشتغل. ها ايت فيجيتابلز تاكل خضروات فروتس فاكهه. شاطر اللي تعمل ايه تاني؟ دو سبورتس تلعب رياضه. طيب انا بقى ماشي في الشارع لقيت واحد ما بيعملش غير تغسل ايدك تحمي نفسك من كوفيد 19 من كورونا فيروس. انت بقى ماشي في الشارع بيقول لك كده اهو if you find an injured person. ركز لي معايا كده بسرعه. لو لقيت injured person شخص مصاب. عيد بسرعه بس. لقيت شخص ايه؟ مرمي على الارض. انا كل عايز اقولك تحفظ الكلمات بس. injured person يعني ايه؟ شخص مصاب مرمي على الارض. what would you do؟ هتعمل ايه؟ اول حاجه يا مستر اشرف هعمل تشيك. تشيك ذا اريا. يعني ايه تشيك ذا اريا؟ افحص المنطقه. الله ينور عليك. تشيك انا بص حواليه كده اراوند هيم. يبقى واحد لقيت واحد مرمي على الارض اعمل ايه يا عم يوسف؟ تشيك ذا اريا انجلش. ها تشيك ذا اريا اراوند هيم. ابص حواليه كده شوف في نزيف في اي حاجه. اول حاجه ليه يا مستر؟ قال لي تو ميك شور. عشان تتاكد. ميك شور يعني ايه؟ ات ازنت دينجرس. ات ازنت دينجرس يعني ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ خطيره. ماشي اتاكدت ان مفيش حاجه خطيره. قلت لي بقى انت كده يعني اول حاجه لما تلاقي شخص انجيرد يعني انجيرد مصاب اول حاجه بعمل ايه؟ تشيك ذا اريا. بفحص المنطقه حواليه عشان اتاكد ان مفيش حاجه دينجرس يعني ايه؟ خطيره. اتاكدت ان مفيش حاجه خطيره اعمل ايه بقى يا مستر؟ ابص اساله كده بقى الاول. ابدا ابص يا مستر ما لقيتش حاجه خطيره موف كلوزر. يعني ايه موف كلوزر؟ اقرب منه شويه. ها ابص كده في اي هنا ساينز؟ هل في اي علامات؟ ساينز يعني ايه؟ علامات. هل عنده انفكشن؟ عدوى؟ هل الشخص ده ال؟ ها؟ مريض. احفظ الكلمات انا بقول لك كلها احفظه. هل الشخص ده مريض؟ عنده انفكشن؟ عدوى؟ هل الشخص ده بيعاني من حاجه؟ اي علامات على جسمه؟ اي سيفر؟ انجرز؟ اصابات حاده خطيره؟ سيفر يعني اكستريم حاجه شديده؟ الواد ده عنده ورم عنده حاجه وقع على دماغه مثلا. الواد ده مرمي على الارض ليه؟ طب بصيت واتاكدت ان مفيش اي حاجه من الحاجات دي ابدا اسك هيم. اسك يعني ايه؟ اساله. ابدا اساله ابدا اقول له ايه؟ هاو دو فيل كيف تشعر؟ ما بيردش. ابدا ان انا اعمل ايه بقى؟ ابدا ان انا شاوت. يعني شاوت ازعق يوسف وابدا بصوت عالي كده. مفيش اي رياكت. رياكت يعني ايه؟ رده فعل. او ريسبوند يعني ايه ريسبوند؟ برضه رده فعل. طب شاطر ريبلاي يعني يستجيب. مش راضي يستجيب معايا عمال ازعق واخبط فيه. ابدا تاتش المس شودر يعني شودر؟ كتف فوت قدم. وابدا ابص كده المس جسمه مفيش ما بينطقش خالص. الله اشاوت ازعق ما يرد. اقول له يا عم ما يردش. اقول له يا سيدي اعمل له ايه؟
اسيبه؟ قال لك لا، هتبص لي على النورمال بريثنج. كلمه بريز يتنفس، شلت منها ايه؟ بقت بريث يعني نفس، بريثنج عمليه التنفس. ابص بقى على بيتنفس ولا ما بيتنفس؟ ما بيتنفس. immediately، immediately يعني حالا. call immediately، اسمع يعني ايه immediately؟ حالا تتصل سيادتك كول بالامرجنسي سيرفيس. اسمع تاني، emergency services يعني ايه؟ خدمات الطوارئ. الو، عندنا واحد ميت هنا، بسرعه تعالوا نقف لحد هنا دقيقه. قلت لي انت لو لقيت شخص مصاب يعني ايه بالانجلش؟ injured person. انا بحكي لك كده عشان تحفظ الكلمات. لقيت شخص مصاب injured person، شاطر، اول حاجه بعمل ايه؟ check the area عشان اتاكد. يعني ايه اتاكد؟ make sure it isn't dangerous، مفيش حاجه خطيره، اتاكدت ان مفيش حاجه خطيره. قلت لي بعمل ايه تاني؟ move closer، اقرب منه. ابدا ask يعني ايه؟ اساله، ابدا ابص هل هو ill يعني او عنده infection يعني او عنده severe injuries، اصابات حاده. الرد ده احسن ولا؟ طيب يا مستر، هل هو عنده ساينز؟ في ساينز يعني علامات على جسمه؟ مفيش. ابدا ان انا اعمل ايه؟ شاوت. يعني ايه شاوت؟ ازعق، اصرخ بصوت عالي. ما بيردش. المس ايه؟ انجلش. ها شودر. وايه تاني؟ فوت. ما بيردش شودر ولا فوت ولا مفيش اي رياكت. يعني رياكت او ريسبوند. ابدا ابص على نفسه، النورمال بريثنج بتاعه، هل هو بيتنفس كويس؟ ما بيتنفس، اعمل ايه على طول؟ immediately call the emergency services، يعني اتصل بايه؟ طبعا هم يقولنا بقى لهم هيقعدوا 6 سنين، هنعمل له حاجه اسمها do او perform. اسمع، do او perform CPR. اسمع، احنا الحد الاول ده كده كل ده احنا بنعمل حاجه اسمها فيرست ايد. يعني ايه فيرست ايد؟ اسعافات اوليه. دو فيرست ايد يعني يكون باسعافات اوليه، او بيرفورم فيرست ايد يعني يكون باسعافات اوليه. انت كل ده تعمله اسعافات اوليه، ببص حواليه، ابدا المس، ازعق، اشوف اي حاجه، كل ده بعمله اسعافات اوليه. طب ما لقيتش في تنفس، تبدا تعمله بقى السي بي ار، التنفس الايه؟ الصناعي. يعني ايه تنفس صناعي؟ قلنا هنبوسه؟ لا يا مستر، تبدا تعمل ايه؟ تحط تشبك ايدك. كلمه يشبك يعني هولد، يشبك يعني ايه؟ يور فينجرز. تمسك ايدك الاثنين كده تحطها هون. تعال ها بص كده، ده اسمه تشيست. يعني ايه تشيست؟ صدر. ان ذا سنتر اوف تشيست يعني في منتصف صدر. وتبدا بريس داون. يعني بريس داون؟ تضغط. بس اهم حاجه لازم الولد ده يبقى لاي رائد، رائد على الارض. رائد على ايه؟ الارض دي لازم تبقى فلات يعني مسطحه، يبقى فلات سيرفيس. اسمع، فلات سطح مسطح، فلات سير على الارض از فلو. هنهيمه على الارض. لاي يعني يرقد على فلات سيرفيس يعني سطح مسطح. وابدا اشبك ايدي وابدا بريس داون. يعني بريس داون؟ اضغط. طب مش هتقول لي ايدي تبقى كده؟ لا، لازم تبقى ابف يعني اعلى كده، كتف كده تبدا تضغط. طيب اسيب مسافه بتاع 5 6 سم، ما تتناكش ماسك على صدره كده، لازم الاو تسمح. الاو يعني ايه؟ ان تشيست، تشيست قلت يعني صدره يبقى رايز اب. يعني ايه رايز اب؟ يرتفع، صح كده؟ ده اسمه السي بي ار. ايه اللي انا بقى استفدته من الكلام اللي انا قلته النهارده ده يا مستر؟ الكلمات. الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل الممل في الفيديو اللي فات، خلاص؟ فالناس تتفرج عليه اللي بتتابعني، والناس اللي قاعده قدام دلوقتي اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه على ايه؟ على القناه عندي. يبقى الشاطر يقول لي اللي انت قلته ده يا مستر عشان احفظ كلمات مهمه بتاعت الدرس، هسمعها المره الجايه. يعني ايه انجرد؟ شخص ايه؟ انجرد مصاب. يعني ايه تشيك ذا اريا؟ يفحص المنطقه. طب شاطر يقول لي ميك شور ات ازنت دينجرس مش. طب شاطر يقول لي ابدا موف كلوزر يعني ايه؟ اقرب منه جدع. ما فيش اي رياكت يعني ايه؟ رده فعل. ناس حفظت اهو. طب ريسبوند يعني ايه؟ رده فعل. ريبلاي يعني ايه؟ رد استجابه او رد فعل. ساينز يعني ايه؟ علامات على جسمه. شاطر امال انفكشن يعني ايه؟ عدوى. انفكت يعدي، انفكشس معد. طب شاطر يقول لي انا يمو يعني يرقد. يعني ايه؟ يرقد. لاي سطح مسطح، فلات سيرب يعني يسمح، الام صدر، تشيست رايز اب يرتفع. طب الشاطر اللي يقول لي هولد يور فينجرز، اشبك، بريس داون، هو ده اللي عايزك تحفظه لي، بريس داون يضغط. طب شاطر نورمال بليزنج، التنفس الطبيعي. طب شاطر كول ذا امرجنسي سيرفيس، خدمات الطوارئ. قلت لي بقى انت كده بعمل له حاجه اسمها سي بي اي. سي بي ار دي بتيجي معاها كلمتين، دو وبيرفورم. اسمع، دو دو وبيرفورم. طب الناس اللي المفروض تحل معايا بقى الجزء الجديد كده، لو طلعت الورقه اللي معاك، اول حاجه عشان تتكلم عن الضروره يا شباب لازم نستخدم الجمله اللي بقول عليها دي. انا عندي في البريزنت، في الباست، في الفيوتشر. يبقى الضروره دي بنتكلم عن ثلاث مواضيع يا عم يوسف. واحد بريزنت، يعني ايه بريزنت؟ مضارع. ها باست، ماضي، فيوتشر. لو انا عايز الزمك بحاجه تعملها في المضارع اقول لك استخدم كم طريقه؟ هستخدم طريقة 2 3. كم طريقة؟ 3 طرق. في بقى اتس نيسيسري والكلام ده كله. خليني في دول الاساسيين، يلا قولوا رايي. ماست ماست تحيا، ماست تاني، ماست 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 هي امك، ايه يجب ان ماست هي امك.
must يجب ايه؟ يجب ان شاطر لي have to has to must have to has to need to ميلوا لي ثلاث طرق must have to has to need to ها must have to has to need to must have to has to need to افهموا بس كده بقى نبدا نفهم بقى كل واحده ايه لوحدها اول must يعني يجب have to معناها مضطر ان مضطر ايه مضطر ان يعني ما عندكش خيار عاد يقول لي بقى ولا قوطه ولا الكلام الهبل ده لا ما عندكش خيار يعني ما فيش اختيار تاني يعني غصب عنك واحد يقول لي يعني ايه قال يعني الزام خارجي الزام يا شباب جاي من بره يعني ايه جاي من بره مش فاهم حاجه بص يا سيدي هنمسك استخدام كل واحده بس عايزك تبقى فاهم ان انا في المضارع بستخدم كام حاجه ايه هم ما هاف زي هاز بس هاف للجمع وهاز المفرد ممكن اقول هاف جوت وهاز جوت جوت دي مش هتاثر معايا في حاجه هاف جوت تو هاز جوت تو مفيش مشكله اسمع تاني ماست هاف هاف تو هاز تو نيد تو ماست هاف تو هاز تو نيد تو دول في البريزنت يعني ايه بريزنت مضارع امال في الماضي في الماضي هاد تو في الماضي في الماضي اسمع في الماضي ايه هاد تو في الماضي ايه هاد تو في الماضي ايه او نيدد تو او اسمع تاني في الماضي هاد تو او نيدد هاد تو يعني كان مضطر ان نيدد تو كان محتاج ان اما في الفيوتشر ويل هاف تو سوف يضطر ان طب ويل نيد تو سوف يحتاج ان انا مش انا هفهم لك كل واحده لوحدها بس قول لي ايه اللي المضارع بستخدمه في الضروره وايه اللي بستخدمه في الماضي في الضروره والمستقبل مين اللي هم لي مضارع طب نمسك حاجه حاجه بقى يا باشا اولا لو عايز انفي نفي ماست واحد يقول لي ماست انت اقول له لا دي لوحدها بتعبر عن تحريم وضد القوانين خليها لوحدها قال لي نفي ماست وهاف وهاز بنفي بدونت ودازنت دونت دونت يبقى هقول دونت هاف تو doesn't have to يبقى تاني شو هتقولي don't have to او doesn't have to طب لو عايز انفي need don't need to او doesn't need to طيب ممكن انفي need بneedn't بيه يا شباب مين شاطر يقولي هو must و have to و has to و need to انفيهم بايه don't و doesn't have to او need to اسمع او don't و doesn't need to في مشكلة وممكن انفي need بس تاني النفي ده اسمه نقص الضرورة مش مضطر اقولها ازاي don't have to او doesn't have to هو ايه الفرق بين don't و doesn't don't مع الجمع doesn't مع المفرد تاني مش مضطر don't have to او doesn't have يا ابن الدنيا عماله تمطر مش مضطر تروي الزرع اقول له ايه you don't have to طب لو قلت هي هو يبقى doesn't have to يبقى يعني ايه don't have to مش مضطر تاني have to مضطر don't have to مش مضطر طب need to محتاج يبقى لما اقول لك don't و doesn't need to مش محتاج وممكن انفي need بايه needn't ممكن انفي need بايه جدع تاني اشتغل معاك كده اشتغل معايا الرجاله اشتغل معايا تبقى على عينه وعلى راسه تاني يا شباب بنقول اهو نقص الضروره احنا الاول نتكلم الضروره في الماضي حاجتين had to و needed to يعني ايه had to كان مضطر ان يعني ايه تاني had to يعني ايه كان مضطر ان طب نيدد كان محتاج ان عايز انفيهم تقول didn't have to او didn't need to وممكن انفي need في الماضي بneedn't have والتصريف التام needn't have تاني needn't have ده كده ماضي المستقبل قلت لي سوف يضطر ان او سوف يحتاج ان يعني ايه ولا ازاي بقى قولوا يا جماعه رايا ويل هاف تو ويل هاف تو ويل هاف تو طب لو عايز انفيها وونت وونت هاف تو طب يلا سوف يحتاج ويل نيد تو سوف لا يحتاج وونت نيد تو انا مش عايز اخش في استخدامات غير لما تفهم لي عشان لما الاقي جمله ماضي يبقى انا مركز في حاجه معينه ايه هاد ونيدد هاد طب وعكسهم didn't didn't ايه بقى didn't have او didn't need to او needn't have والتصريف الثالث لما الاقي الجمله بتتكلم في المضارع يبقى انا بركز في ثلاث حاجات وعكسهم ايه الثلاث حاجات have to has to need to عكسهم بقى don't او doesn't have to او don't او doesn't need to او needn't برنس كده لما الاقي الجمله بتتكلم عن المستقبل يبقى انا بركز في حاجتين will have to او will need to ونفيهم won't have to او won't need to فاهمين انا دلوقتي ما دخلتش استخدامات فاهمين ايه المضارع ايه الماضي المستقبل طيب
مين الشاطر يقول لي بقى؟ لو انا اتكلمت امبارح الاسبوع اللي فات وانا صغير اقول ايه؟ هاتو او نيدد. طب عايزن فيها. طب الشاطر يقول لي، قول لي بقى كده في المضارع. مين؟ must have to has to need to. قولي نفيهم ايه؟ don't doesn't have to او don't doesn't need to. ممكن انفي need بمين؟ بneedent. قلتلي في الماضي had وneeded وعايز انفيها didn't have او didn't need to. وممكن انفي need هنا في الماضي بneedent have والتصريف التالي. طب سوف يضطر ان will have او will need to يحتاج ان. طب عايز انفيها won't او لحد دلوقتي عرفت ايه اللي استخدمه في المضارع، ايه استخدمه في الماضي ولا استخدمه في المستقبل؟ صعبه صعبه احفظها. طيب نيجي بقى يا باشا لاستخداماتهم. انا جاب لي مضارع وجاب لي الثلاثه، اخد دي ولا دي ولا دي؟ قال لي بص يا معلم، نيجي نمسك ماست. ماست هنستخدمها في ست، علينا ست استخدامات. قول ورايا نصيحه قويه. واحد يبقى سترونج ادفايز. لما تبقى عندك سترونج ادفايز نصيحه قويه هتستخدم فيها ماست. لما اقول لك يو ماست سي ا دكتور، انت لازم تروح للدكتور. يور انجريز سيمز تو بي سيريس، الاصابات بتاعتك باين عليها خطيره، انت لازم تروح للدكتور. النصيحه دي نصيحه ايه؟ يا ابني عندك امتحان بكره، يو ماست ستادي هارد، لازم ايه؟ تذاكر. اسمها نصيحه ايه؟ والله اللي لا مش بينطلع هيزعل. اسمع اسمها نصيحه ايه؟ قويه. يبقى واحد بستخدم ماست فين؟ سترونج ادفايز. يعني ايه سترونج ادفايز؟ نصيحه قويه. اثنين warm invitation، دعوة حر. عزومة مراكبية يعني؟ لا، بعزمك عزومة زيارة، انت لازم تيجي عيد ميلادي. You must come to my birthday party، حفلة عيد ميلادي. مش هينفع اقيم الحفلة من غيرك، دي اسمها عزوبة حرة مش عزومة مراكبية، دعوة ايه؟ طب شاطر يقول لي انت لازم تجرب الكيكة دي، it's delicious يعني ايه؟ لذيذة. دي عزومة ايه؟ مراكبية؟ لا. ركز بقى معايا كده اهو، بتيجي دايما في العزومه والزياره. واحد سترونج ادفايس، النصيحه قويه. اثنين warm invitation، دعوه ايه؟ حاره. يقول لك يو ماست تيك، انت لازم. بص انا استخدمت ماست اهو عشان نصيحه، لازم تروح للدكتور يا ابني اصاباتك خطيره. دعوه حاره، يو ماست تيك ا بيس اوف كيك، لازم. اتس فانتاستيك، رائعه. ثلاثة استخدم ماست لما يكون في امر من المتحدث للمخاطب. من المتحدث ليه؟ للمخاطب. ازاي؟ بص يا باشا بقول لك ايه؟ يو ماست بي هير، انت لازم تبقى هنا بيفور 8 o'clock tomorrow. في اجتماع بكره وانت لازم بكره قبل الساعه 8 تبقى هنا. ده اسمه ايه؟ امر من المتحدث للمخاطب. مين شاطر يقول لي؟ واحد بستخدم ماست فين؟ يعني ايه سترونج ادفايز؟ بنصحك نصيحه طالعه من قلبي، نصيحه قويه. اثنين دعوه وورم انفيتيشن، دعوه حاره. ثلاثه لما يكون اوردر امر من المتحدث لل جدع 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 جدع، الله ينور عليك. اربعه قوانين تعليمات عامه، تعليم السواقين لازم يلبسوا حزام، حاجات عامه خلاص كده لازم الناس يبقى معاها رخصه وهي سايقه، حاجات ايه؟ عامه. يبقى اسمع قوانين لافته شايفها ماشي في جامعة مكتوبه، حاجات مكتوبه قوانين منصوصه، بنقل حاجات مكتوبه قوانين منصوصه. مش هتقول لي ها motorists must wear، لازم يلبسوا سيت بيلتس، حزام، فاهم حاجه؟ طيب الشاطر يقول لي لما اقول لك هنا درايفرز، يعني ايه درايفرز؟ ها ماست وير سيت بيلتس، لازم يلبسوا حزام. الشاطر يقول لي لازم يسوقوا معاهم ايه؟ رخص. طيب خامس حاجه انتقاد سلوك معين، يعني ماست يو فون، هو انت لازم تتصل بيور انكل ناو؟ انا بلومك اهو، انت تتصل بعمك دلوقتي يا ابني؟ اتس تو ليت، الجو ايه؟ متاخر، الدنيا متاخر، لازم تتصل بعمك دلوقتي. ماست يو سبيك، وانت لازم تتكلم وايل يو ار ايتينج، وانت بتاكل. منطقة سلوك معين، منطقة ايه؟ سلوك معين. شايفك شايفك وانت بتتكلم وانت بتاكل، وانت لازم تاكل وتكلمني، وانت لازم تكلمني بقرف، ده اللي معناه منطقتك. هو انت لازم تعمل كده عشان كده، فاهم حاجه؟ ماشي. هو انت لازم يعني مثلا تاخد حاجه عشان تديني حاجه ثانيه؟ ما ينفعش تعمل حاجه لله. فانا هنا بنتقد سلوك معين، استخدم مين؟ ماست. نقف دقيقه، مين اللي فاكر؟ واحد سترونج ادفايس، نصيحه ايه؟ نصيحه ايه؟ نصيحه ايه؟ اثنين دعوه ايه؟ دعوه ايه؟ ثلاثه امر متحدث مخاطب، شاطر. اربعه قوانين مكتوب، شاطر. خمسه انتقاد سلوك معين. سادس حاجه ممكن استخدم كلمه ماست بمعنى ضروره، بقول لك اتس نيسيسري من الضروري، اتس اوبليجاتري من الملزم، اتس ا ماست من الضروره. مثلا ممكن اقول اتس ا ماست فور يوسف تو ستادي، من الضروري ليوسف ان يذاكر. يعني ممكن احط فور والشخص، فور وايه؟ الشخص. طيب حلو قوي، صلى على رسول الله. مين اللي فاهم ماست؟ نصيحه قويه.
دعوة، أمر من المتحدث، انتقاد سلوك معين. إيه تاني؟ ها؟ تستخدم أمصر الضرورة. صعب كده؟ في مشكلة يا شباب؟ طب مين شاطر اليوم؟ وانا اصلا لما اجي اتكلم في الضروره في المضارع كنت بركز في ثلاث حاجات، فاكرين؟ هاف تو، هاز تو، ونيد تو. تاني بعد اذنك، امال نفيهم ايه؟ دونت هاف تو، دازنت هاف تو، دونت نيد تو، دازنت نيد تو، نيدنت. امال كنت لو في جمله في الماضي او نيدد تو، طب لو عايز انفيها didn't have to، didn't need to، وممكن انفي نيدن تهاف وتصريف التاني. امال المستقبل كنت بقول ايه؟ will have to وعكسها won't have to. طب شاطر، او ممكن will need to او won't need to. طب شاطر قول لي، احنا كده بنتكلم بقى، عرفنا استخدامات كل، نمسك واحده واحده بقى نستخدمها ازاي. واحد، استخدمنا مصر بست حاجات. اثنين، have to has to معناها مضطر ان، بستخدمها امتى؟ اللي مضطر ان الزام خارجي. معلش يا مستر، هنضيف كلمه هنا في 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 مصر، الزام داخلي. الزام ايه؟ يعني الزام داخلي حاجه من جوايا، نابعه من جوايا. يعني انا دلوقتي عندي حفله، I must wear good مثلا او suitable clothes، البس ملابس مناسبه لي، لازم البس بدله. هو انا هنا مجبر؟ مش انا عندي خيارات ثانيه؟ مش مجبر. يبقى انا هنا نابع الزام داخلي من جوايا، انا اللي عاوز البس بدله عشان اروح الفرح. لكن انت رايح المدرسه، يو ماست ولا يو هاف تو وير ا يونيفورم؟ لا ليه هاف تو؟ الزام خارجي. وانت ينفع تروح المدرسه مثلا بالشورت والفانله؟ لا يا باشا، ده انت لابس لبس المدرسه، ده اجبار. عندك خيار تاني؟ يبقى هاف تو. فاهمين حاجه؟ يبقى ماست هنا الزام ده، اما هاف تو الزام خا مفروض عليا، مفروض ايه؟ ما عنديش اي خيار غير. فاهمين حاجه؟ طيب نيجي بعد كده نيد. نيد دي يبقى محتاج، محتاج تعمل الحاجه دي او مش محتاج تعملها. طيب نفس الكلام اهو، كان مضطر بس الجمله نفس اللي انا قلته هنا، هو اللي هنا بس فين؟ في الماضي. طيب وريني هنطبق على اسئله زياده زي من عندنا واسئله كتاب جيم، ونكتب كمان اسئله بيت بيت عشان العملي هو اللي هيفرم دماغك ويخليك 10 على 10. يلا يا باشا طلع لي الورقه بتاعتك، الورقه الجديده اللي انا وزعتها النهارده، اللي هو كل اتنين يبصوا فيها مع بعض مكان الكتاب لما يجي المره الجايه ان شاء الله. هتلاقي مكتوب عليها اسئله كتاب جيم 2022، شايفينها؟ جرامر. اللي معاه الورقه هتلاقي بيج نمبر 4. بيج نمبر ايه؟ 4. يلا يا شباب ارفع ايدك بقى يا باشا. بيقول لي اقعد مع حد معاه ورق، ماليش فيه، اتصرف بسرعه. يو سبيس، يلا محمد يو سبيس، مش عايز حد، هنقول اسم واحد واحد اللي انت معايا. اتفضل، واتس يور نيم؟ محمد. يو سبيس ما بوت اون، بوت اون يعني ترتدي جلافز، جلافز يعني قفازات، before helping someone who is bleeding، من حد بينزف. ها لازم تلبس قفازات. كل اتنين كده مع بعض، خدت الورقه الجديده؟ ماشي، كل اتنين مع بعض، ماشي. بص معايا يلا شباب. ماي تشير، ما انت مش هتقول لنا هنا اول واحده؟ بيقول لي يو سبيس بوت اون جلافز، تلبس جوانتي بيفور هيلبينج سام ون هوز بليدنج، حد بينزف انت لازم تلبس جوانتي، يبقى ايه؟ ماست. طيب السؤال بقى يا شباب، انا لقيت واحد بينزف اهو، انا ممكن مثلا ممكن ما البسش جوانتي صح؟ بس انا بلزم نفسي، الزام ايه؟ ده نابع من جوايا، لازم عشان ما تاذيش. طيب نمبر 2، My children، انت معايا بعد اذنك، raise your hand. كل ارفع ايدك، فكر وارفع ايدك، خليك برنس. اطفالي يذاكروا التاريخ القديم في المدرسه السنه الجايه. هقول يجب من جواهم عايزين يذاكروا يدرسوا التاريخ، ولا مفروض عليهم ان هم هيدرسوا، مضطرين ان هم يدرسوا؟ هاف تو، لان هم مضطرين. هو انت سيادتك دلوقتي بمزاجك ما تدرسش فيزياء وكيمياء؟ الزام ايه ده؟ يعني بقول لك الزام خارجي ولا داخلي؟ خارجي من بره يا جماعه. ولادي لازم يدرسوا التاريخ السنه الجايه، فاهمين حاجه؟ يبقى الزام خارجي، هاف تو، مضطرين يعني. ارفع ايدك بقى، ولو ما نطقتش هتزعل. ماي جراند فاذر، يلا يا محمد. جدي نوت ورك 6 دايز، 6 ايام في الاسبوع. When he was young، when he was young لما كان ايه؟ يعني جملة فين؟ مستر اشرف فكرني كده يا مستر، في الماضي حاجتين، had to و needed to. فين اللي عندي هنا؟ ها؟ عندي مين؟ مفيش غيرها. بص انا حليت ازاي؟ لما شفت جملة ماضي.
مش مضطر ان انا بقى تقعد ايه تلف كتير بقى وتدور. طب اللي بعده I space take this book، اخد الكتاب ده back to the library للمكتبه، او I will pay a fine، هدفع غرامه، انا مضطر ان انا ارجعه عشان هدفع غرامه، ما عنديش خيار تاني، انت مضطر يعني غصب عنك الزام خارجي، يبقى ايه؟ الله ينور عليك have to. طب ما في اللي هي have got to، ما قلنا got يعني ممكن تقولها ممكن ما تقولهاش، مش فاهمها؟ عيد. طب ممكن ترفع ايدك باذنك اللي انت اشوف الرجاله شغاله معايا. Your injury يعني your injury اصابتك wasn't serious، مش خطيرة. انت نقط للدكتور، اصابتك مش خطيرة. اول حاجة اصابتك ما كانتش خطيرة. ايه السؤال؟ خليك برنس وانت شغال، الجملة مضارع ولا ماضي؟ اصابتك wasn't ماضي. هركز في حاجتين ونفيهم، فاكرني؟ ونفيهم؟ didn't have to او didn't need to او needn't have والتصريف ده ايه اللي يمشي هنا؟ حاجتين عندي had to وعندي needn't have. طب اقول لك انت اصابتك مش خطيره، يبقى انت مضطر مش محتاج بقى تروح للدكتور، يبقى ايه؟ بص اول خطوه عشان احل الجرامر ده اشوف الجمله هي مضارع ولا ماضي ولا مستقبل. بعد اذنك تاني، اول خطوه عشان تحل عن الضروره هتشوف الجمله present ولا past ولا future، مضارع ولا ماضي ولا مستقبل. لقيتها مضارع يبقى انا بركز في مين؟ في must، have to، has to، need to، والنفي بتاعهم ايه؟ don't، doesn't have to، او don't doesn't need to، او needn't. جدع شاطرون، لقيت الجمله past في الماضي بركز في حاجتين had to و needed to، ونفيهم didn't have to او didn't need to او needn't have والتصريف التالي. طب لقيت الجمله future يبقى ركز في will have to او will need to، نفيهم won't have to won't need to. فانت رقم واحد بتحدد الجمله مضارع ولا ماضي ولا مستقبل. يلا شباب رقم كام؟ ست. يلا باشا قول لي الجمله مضارع ولا ماضي ولا مستقبل. we couldn't find a hotel room. couldn't، احنا ما قدرناش نلاقي حجره. جمله كده فين؟ ماضي. ايه اللي عندي ينفع في الماضي؟ استبعد اهو، انا عندي هاد تو وي didn't have to. هو ايه الفرق بين هاد تو ونفيها؟ هاد تو يعني كان مضطر، وي didn't have to ما كانش. طب نقرا بقى اهو، احنا ما لقيناش حجره، لذلك احنا نقط ننام في العربيه، كنا مضطرين، يبقى ايه؟ هاد تو. فهمت ازاي؟ بالله عليك فاهم؟ طب يلا عشان هتحل. son بيكلم mother بيسأل work next weekend، فرد عليه if you are free، لو انت فاضي let's go out، نخرج. هل مضطر تشتغل الاسبوع الجاي؟ هل مضطر تشتغل؟ مش الشغل ده اجبار خارجي من بره؟ ايه اللي موجود عندي هنا؟ do you have to، ما انا بسأل بدو دز برضو. اللي بعد my father ابويا work today، اشتغل النهارده. اسمع بقى هشوف بقى today يعني مضارع ولا ماضي؟ today تدي يعني مضارع ولا ماضي؟ مضارع. because it's a holiday، الدنيا اجازه. اولا المضارع ايه اللي ينفع هنا؟ عندي must to has to doesn't have to، الثلاثه دول مضارع. طب ابويا اشتغل النهارده لان النهارده اجازه، يبقى هو مضطر يشتغل. بالله عليك مضطر يشتغل doesn't have to. الله ينور عليك. احنا نقط كول نتصل بالدكتور وين ماي فاذر، لما ابويا اغمى عليه امبارح last night. قول يا ابني stand up. الجمله كده نوعها فين؟ مضارع ولا ماضي ولا مستقبل؟ ماضي. ما لاست هي لاست نايت، يبقى انا بركز في حاجتين. اغمض كده وفكرني مستر اشرف قال لي ماضي، يبقى هاد تو نيدد تو ونفيهم didn't have to didn't need to او needn't have والتصريف الثالث. ايه اللي موجود منهم؟ ايه الاربعه اللي انت قلت عليهم؟ ما فيش غير واحده بس موجوده. ايه هي؟ خلي بالك ايه هي؟ انت قلت لي اهو هاد تو نيدد تو didn't have to didn't need to needn't have والتصريف الثالث. اللي موجود من الماضي هي واحده بس. شفت بقى انا لو حافظ وبردد معايا من الاول هنجاوب ازاي؟ اقعد اقرا معايا بقى يا كابتن. It started raining، بدات تمطر بغزاره. سو لذلك I space water اروي الفلاورز الورد. مش مضطر. الجمله ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي. ايه اللي ما يمشي عندي؟ عندي هاد وعندي didn't have. طيب الدنيا مطرت بغزاره، يبقى انا مضطر اروي تاني؟ لا يبقى ايه؟ didn't have to. مين اللي فاهم؟ اللي بعده وي سبيس فيزيت، هنزور عم. خلي بالك معايا لازم نزور جدنا، لان هي هازنت بين ويل. حط ويل بس اعملها بالاي معقوله بقى عندك. هو مش كويس في الفتره الاخيره، لازم نزوره نابع من جوايا انا، يبقى ايه؟ ماست.
الله ينور عليك. We space give our homework to the teacher until next week. لحد الأسبوع الجاي. لحد إيه؟ الأسبوع الجاي. نعم. ماشي. لا. لحد الأسبوع الجاي. لحد إيه؟ شاطرلي. يبقى we space give our homework to the teacher until next week. يبقى احنا مش مضطرين نديله الواجب غير الاسبوع الجاي. dont have to. نمبر 13 our school bus اتوبيس المدرسه بروك داون عطل لذلك البيوبلز الطلاب اسمعني بقى هو الاتوبيس بروك داون يعني فين بروك داون يعني عطل الجمله فين وانا قلت لك يا ابني قبل ما تحل على الجرامر ده تعرف الجمله مضارع ولا ماضي ولا مستقبل عشان تعرف تحدد يا ابني الجمله ماضي يبقى انا بركز في حاجتين فاكرين had needed had طب ايه اللي فيهم didn't و needn't have والتصريف الثالث يلا ايه اللي موجود بقى عندي هات مفيش غيرها صح بس شفت انا حليت ازاي حتى لو انا مش عارف حاجه خالص ومش فاهم الجمله واستخدامات ماست واستخدامات هاف وذ هشوف الجمله مضارع ولا مضارع مستقبل اللي بعد we space talk to each other نتكلم مع بعضينا because it was an exam لان ده كان امتحان يبقى احنا ما كانش مسموح لينا خلي بالك معايا بقى انا عندي ماست انت بستخدمها للتحريم لما اقول it's illegal او it's not allowed مش مسموح لك it's forbidden يعني حاجه ممنوعه it's banned حاجه محظوره it's prohibited حاجه محرمه لو حاجه ضد القانون هتتحبس عليها يا معلم تاخد ماست ماست امتى حاجه ضد حاجه نوت الاود مش مسموح حاجه تتحبس عليها ما ينفعش تصور هنا منطقه عسكريه يبقى مصنت ما ينفعش تسوق بدون رخصه مصنت فاهم حاجه حاجه ما ينفعش تركن هنا في علامه عدم الركون مصنت ما ينفعش تدخن في المستشفى قدام المريض مصنت اي حاجه غلط محرمه ممنوعه محظوره يبقى ايه مصنت كمل هنا ناخد بقى ويرنت الاود تو مش مسموح لك هنا مش حاجه ضد القانون اهو بس هنا مش مسموح لك اللي بعد I really أنا فعلا لازم أتصل بالواد مازن لإني I promised أنا وعدته إن أنا هكلمه ده إيه ليه إلزام إيه داخلي أنا اللي عايز أكلمه جدع برنس الليالي It was my day off إمبارح كان يوم أجازة إمبارح يعني ماضي إيه اللي ينفع في الماضي عندي هنا ده أنا عندي ثلاثة ينفعوا طب كمل بقى كده إمبارح كان الدنيا عندي فاضية كنت كان أجازة يعني That's why لذلك السبب I get up early مضطر أصحى بدري ولا مش مضطر الدنيا إمبارح أنا أجازة إمبارح يبقى أنا مضطر أصحى بدري أنا مش مضطر يبقى الدنيا انتهفتوا الله ينور عليك Office staff الستاف يا شباب يعني طقم العمل بتاع المكتب يلبس سوت بدلة ولكن هو لازم يبقى أنيق شيك يبقى هو مش مضطر يلبس بدله بس يبقى شكله حلو يبقى ايه dont have to الله ينور عليك نمبر 18 I didn't have my much money انا معيش فلوس كتير when I was young ما كانش معايا فلوس وانا كنت ايه صغير دي في الماضي ولا مضارع ماضي كنت صغير ماضي ايه اللي ينفع في الماضي مفيش غيرها يعني انت لو انت معلش خد ماضي يبقى had to طب اللي بعده يو سبيس فون تتصل بيه لان انا كلمته خلاص يبقى انت مش مضطر تتصل بيه لان انا كلمته يبقى dont have to نمبر 20 اخر واحده عندي 20 يو سبيس جيف هيم يعني ايه تديله انسر او رانسر اجابتنا النهارده او لوز اوت هنخسر هنقطع الكونتراكت التواصل بيننا احنا لازم نكلمه النهارده عشان كده ما عندناش خيار تاني يبقى هاف تو احنا مضطرين قبل ما ابتدي بقى ادي لك الباسيف بتاع الماست هو الباسيف بتاع ماست الاول بقول مفعول ماست بي ماست ايه تصريف ثالث يجي بعديه انا هدي لك جمل كده وخليك برنس معايا لما اقول لك وان الشخص مننا الانسان سبيس فولو ذا لو او اوبي يتبع ذا لو يعني لو القانون مين يقول لي اقول ايه في الجمله دي لازم الشخص يتبع القانون لازم يبقى اقول ايه ماست طب بص كده لو جيت بدا عكس اوبي وقلت كده بريك يخالف ذا لو فتقول لي ماست جدع طب بص كده ضد القانون لو انا ابتديت بالجمله قلت ذا لو القانون سبيس فولود يتبع ماست هنا بقى يا معلم جدع شاطر ركز بقى معايا انا بقول لك انت لازم تتبع القانون لازم تطيع القانون ما ينفعش تخالف القانون طب القانون لازم يتبع ده اسمه مبني المجهول انت يو ماست ستادي هارد او يو ماست ستادي انجلش لازم تذاكر انجلش يبقى تقول لي انجلش ماست بي ستاديد الانجليزي لازم يتذاكر انت لازم تذاكر الدرس يبقى درس لازم تاني يو ماست ستادي ذيس ليسون مين اللي بتبنيه خلال مجهول يبقى ذيس ليسون ماست بي
studied. يبقى المبني المجهول must be تصريف ثالث يجي بعديه. must be تصريف ثالث must be must be تصريف ثالث. يبقى لما اقول لك القانون لازم يتبع فانت هتقول لي هنا must ولا must be؟ must be. خلي بالك برضو معايا ان must بس هيجي بعدها مصدر لكن دي فورم وتصريف ثالث. طب مين يكمل لي نفس الجمله دي؟ يلا شباب. the low space broken يتخالف مصنت. ها جدع اهو القانون مصنت بي ما ينفعش لا يجب ان هو بروكن تصريف ايه ده؟ ينفع اقول مصنت هو مش مصنت بيجي بعد المصدر؟ مش كل دول بيجي بعدهم الفعل فين؟ لكن انت جبت لي تصريف ثالث يبقى مصنت بي. ده المبني المجهول بتاع كلمه must. واحده كمان معلش لو اديت لك مثال مثلا يعني قلت لك ايه يو ماست ستادي اهو جمله بسيطه اهي انجلش مثلا انا عايز اخليها مبني مجهول اقول ايه؟ الانجليزي لازم يتذاكر ولا ازاي؟ انجلش ماست ايه؟ ماست بي تصريف ثالث يجي بعد ايه؟ ستادد. الانجليزي لازم يتذاكر. فاهمين حاجه يا شباب؟ ده المبني المجهول بتاع ماست. الجرامر اتفهم؟ قبل ما نخلص بقى كده قلت لي بقى كده لو انا مسحت البورد وقلت لك دلوقتي بس هسيبها لك عشان نصورها. قول لي بقى كده يا مستر بس اعمل برين ستورمنج اعصر مخك كده من غير ما ابص على البورد وقول لي انا لما الاقي جمله تدي مضارع حاجه مضارع بركز في ثلاث حاجات ونفيهم مين الشاطر يقول لي؟ ماست تو هاز تو نيد تو. تاني ماست تو هاز تو نيد تو. طب نفيهم ايه؟ دونت ودازنت هاف تو او دونت ودازنت نيد تو او نيد نيد. الشاطر يقول لي اما الاقي جمله بتتكلم وانا يوز وانج لما كنت صغير وماضي والكلام ده هاد تو ونيد تو ونفيهم ايه؟ didn't have to او didn't need to او needn't have والتصريف انت برنس. طب لما الاقي جمله فيوتشر مستقبل will have to او will need to ونفيها او won't need to مش محتاج. استخدامات مصطح سبع استخدامات قلناهم النهارده. واحد نصيحه قويه. اثنين دعوه حاره. ثلاثه امر ان المتحدث للمقال. اربعه قوانين عامه مكتوبه. شاطر. خمسه بتعمل ايه؟ انتقاد سلوك معين. must you speak while you are eating لازم تكلمني وانت بتاكل. بعد كده اه must يعني ضروره. must بنستخدمها الزام داخلي. الله ينور عليكم. 10 10 الجد. ناس بقى اللي بتتفرج معايا على اليوتيوب ان عجبك الفيديو انزل اعمل لايك وما تبخلش اشترك وفعل الجرس. ان شاء الله كل اسبوع هنزل فيديو ليكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد يقفل؟ يلا اصبر. لبوز الدنيا.